أول قرار وهو حقيقة مقابلة صاحب السمو أمير البلاد، وقد كلفنا أحد الأخوة الأعضاء بمخاطبة الديوان الأميري لتحديد مقابلة مع سمو أمير البلاد حفظه الله وهو والد الجميع، حتى يعني نبين له يعني أبعاد هذه الأزمة، وهناك بعض الحلول اللي ممكن نطرحها على يعني صاحب السمو، ومن ثم يعني نتشاور في الشأن السياسي ونستفيد من حكمة سموه في هذا الأمر. الأمر الآخر، لا زال الأخوة حقيقة وجزاهم الله خير مستمرون على موقفهم بمقاطعة وعدم تمكين الجلسة أن تستمر إلا بصعود رئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء كرسيه الآن ليس في مقاعد النواب، كرسي رئيس مجلس الوزراء الآن هو فوق المنصة، لما يصعد المنصة راح يلقى كرسيه هناك حتى يواجه استجوابه، ومن ثم يستطيع أن يأخذ كرسيه بين أخوان الأعضاء. غير صعود المنصة لن تكون هناك أي جلسة، وهذا التزام حقيقة أخذه أخواننا الأعضاء في مجموعة تكتل 31 في هذا الشأن. طبعاً أنتم سمعتوا عن الآراء كثيرة التي طرحت من قبل الأعضاء، أنا اليوم تكلمت حتى يعني في تويتر حقيقة بيّنتها. يعني إحنا نتمنى أن نعود حقيقة للانتخابات ويحل المجلس حتى يقول الشعب كلمته. في على قولتهم المجالس النيابية كلها لما يكون هناك خلاف ونزاع سياسي، من يحل هذا الأمر؟ هو رأي الشعب، مصدر السلطات. فإحنا نتمنى أن نرجع للشعب حتى يقول كلمته في هذا الأمر،